خير البنات، كنتمنى تكونوا بألف خير. نتمنى الفيديو ديال اليوم كيف ما ديما يلقاكم في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. بالنسبة ليوميات ديال اليوم، يوميات نزهة رقم 6، كنتمنى أيضا ينال الإعجاب ديالكم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعليقات ديالكم الزوينين اللي كتخليو ليا، وشكرا لكم اللي وصلتوني ل 10000 مشترك. كنرحب بالناس الجداد في قناتي، قناة نيسا شانيل. اليوم غادي نجاوبكم على بعض التساؤلات ديالكم. اول حاجه غنجاوبكم على تساؤلاتكم، وخليكم حتى لاخر الفيديو، غنديكم تضربوا معايا واحد الدويره في واحد المحل اكثر من رائع، ميزون دو موند. اللي ما شريت نزاه دورو وشوفوا خضروا عويناتكم. غير انا واحد الحاجه اللي كنلاحظها بانه ميزون دو موند اللي كاين هنايا في ايطاليا يمكن فيه اثمنه شويه غاليه على باقي البلايص الاخرين. هادشي اللي لاحظت انا، كيجيوني فيه بعض الحويجات غاليين بمقارنة مع ميزون دي موند ديال فرنسا. خليكم حتى لاخر الفيديو باش تستمتعوا بالجوله اللي درت لكم. دابا غادي ندوز باش نجاوبكم على السؤال الاول. بزاف البنات من اللي كنت شاركت معكم في المشتريات زيوت الاساس اللي تعطير البيت سولوني بزاف، وانا غادي نشارك معكم كيفاش الطريقه باش كتعطروا البيت ديالكم بزيوت الاساس. وغادي نشارك معكم بعض الحويجات كاجابه على اسئله ديالكم، هما مشتريات وفي نفس الوقت اجابه على الاسئله ديالكم. بالنسبه للطريقه ديال تعطير البيت بزيوت الاساس، ساهله وبسيطه، ما كتحتاجوش شي حاجه كثيره. كتحتاجوا الشمع، هاد الشميعات هادو صغارين، انا كناخذ هادو فيهم 50 حبه، هاد البكيه هادي من ليدل بجوج الاورو. غنحتاجوا واحد الشميعه، كنحتاجو كيما قلت لكم شميعه، كنحتاجو هاد المبخرات هادو اللي كيكونوا ديال الطين، فيهم اشكال مختلفه. عندي انا هادي في الابيض، وعندي هادي كيف ما كتشوفوا. صافي، كنديروا الشميعه بحال هكا في التحت، كنشعلوا الشميعه وكنديروها لتحت هنايا، كنضيفوا شويه ديال الماء. انا شعلتها من قبل باش تشوفوا كيفاش كتكون النتيجه ديالو. كنضيفوا شويه ديال الماء بحال هكا، وكنديروا زيت الاساس على حسب الاختيار ديالنا وداكشي اللي كان الرائحه اللي كنرتاحوا ليها. انا كتعجبني اكثريه هاد الرائحه هذه ديال الاوكاليبتوس، كتعجبني بزاف صراحه. صافي، كنديروا بعض القطرات بحال هكا، كنسدو. انا عندي هذه كتسد كيف ما شفتوا الشكل ديالها بحال البريق بحال هكا. صافي، وكنخليوها. ملي كيبدا يسخن الماء بدرجه الحراره ديال الشميعه اللي مشعلين لتحت، كيبدا يتبخر وكيبدا يطلق لينا رائحه زوينه في البيت كيف ما كتشوفوا. انا شعلتها من قبل باش تشوفوا، نقرب لكم قدام الكاميرا. كنتمنى يكون واضح. صافي، كيبدا يطلق لينا رائحه زوينه في البيت كيعطرها. كنخليوها حتى كتنشف هذيك الماء كامل، ما حدو هو كيغلى وهي الرائحه كتبخر اكثر. هذا هو الاجابه على طريقه تعطير البيت بزيوت الاساس. كنتمنى نكون جاوبتكم. غندوز باش نشارك معكم بعض المشتريات وهي في نفس الوقت اجابه على اسئله ديالكم. اول حاجه غادي نجاوبكم عليها هو زيت الكوكو. بزاف منكم كيسولوني عليه. حاليا كنستعمل هذا زيت الكوكو، هذا بهذا الشكل خديته من واحد المحل الهندي، ومول المحل شكروا ليا. وبزاف البنات في اللايف اللي كنت شاركت معكم الاخير قالوا ليا بانه زوين. هذا هو اللي دابا كنستعمل حاليا، كنت كنستعمل سابقا كنت كناخذه من امازون. غادي نخلي لكم الرابط ديال المنتوج اللي كنت كناخذ من امازون في صندوق الوصف الا بغيتو تمشيو تاخذوه. حاليا دابا انا كنستعمل هذا. تساؤلات اخرى جاتني بزاف البنات. كنت كنوجد في واحد الروتين الباستا بالبيستو، وقالوا لي شنو هي هذيك الصلصه الخضراء اللي كتستعملي مع الباستا. هذيك غير البيستو، كناخذو على هذا الشكل هذا من ليدل. هو النبته ديال الحبق كتحضر مع الفروماج مع الزيت البلديه مع الثومه مع الصنوبر، وكتحصلوا على شكل ديال صلصه بهكا. ان شاء الله نحضرها لكم في البيت. ايضا بزاف البنات قالوا لي ما كنلقاوش الفانيلا في ليدل، متواجده الفانيلا في هذا الشكل هذا.
الثمن ديالها 51 سنتيم، فيها تقريبا 10 ديال الساشيات. الخميرة الحلوة متواجدة في الليدل على هذا الشكل هذا، حتى هي تقريبا فيها 10 ساشيات، ما كيفوتش الثمن ديالهم 51 سنتيم. بالنسبة للبنات اللي سولوني على خميرة الحبيبات، حيت بعض المرات كتشوفوني كنعجن بالمعجونة او بهذه الحبيبات، فهي متواجدة في الليدل على هذا الشكل هذا، الثمن ديالها ما كيوصلش 51 سنتيم، حتى هي تقريبا فيها 6 ديال الساشيات، 8 تقريبا. البنات اللي سولوني ايضا على اللوز ايفيلي، متواجد في الليدل بهذا الشكل هذا، الثمن ديالو 1 الاورو. غتلقاوه حدا الجهه فين كاين هاد الخميره واللوز والكوكو، غتلقاوه بهذا الشكل هذا. بزاف البنات سولوني على الحبيبات ديال الشوكولاته، انا حاليا كناخذها من اميدي، ولكن راه متواجده في جميع المحلات التجاريه، ما عدا الليدل اللي ما عمرني ما شفتها فيه صراحه، كيحطوها مره مره، ولكن بصفه دائمه ما كنلقاهاش بهذا الشكل هذا. هذه فيها 200 غرام بواحد الاورو 70. ايضا البنات اللي سولوني على الزيت، الزيتون اللي كنستعمل، كيشوفوني كنطيب بها بزاف في الفيديوهات، كنستعمل هذا الاوليو اكسترا فيرجيني من ليدل، زوينه هذه ب4 يورو تقريبا، وكيكونوا دايرين فيها لي اوفرت، كيديروها غير بنص الثمن. الكسكسو، الا تعذر عليكم انكم تحصلوا على الكسكسو ديال المغرب، فهو متواجد في الليدل بهذا الشكل هذا، الثمن ديالو 1 الاورو 60. بالنسبه للبنات اللي سولوني على القهوه سريعه الذوبان، الا ما كتقدروش تاخذوا نسكافيه لان الثمن ديالها مرتفع تقريبا كتوصل ل 7 اورو، فيمكن لكم تبدلوها وتعوضوها بهذه اللي الثمن ديالها 4 اورو. انا صراحه كناخذها غير باش كنصايبها بحال هكا لي كيك اللي كيكونوا منسمين بالقهوه سريعه الذوبان، ولكن في غالب ديما زعما كنستعمل القهوه ديال العصاره ولا القهوه ديال الماكينه. شاركت معكم في اول فيديو هاد الشميعات هادو، كما قلت لكم الباكي فيه 50 حبة، غتلقاوه في الليدل ب2 الاورو، زوينين هكا باش تعطروا كما قلت لكم البيت ديالكم بزيوت الاساس. نتمنى نكون جاوبت البنات اللي كيطرحوا عليا تساؤلات على هاد الحويجات هادو، وان شاء الله في الفيديوهات القادمين كل فيديو ان شاء الله نبقى نجاوبكم على الاسئله ديالكم. خليوا لي في التعليقات شنو هما الحويجات اللي تقترحوا عليا انني نشاركهم معكم في المستقبل. ما تنسونيش بالاشتراك ديالكم، التعليقات الزوينين ديالكم والدعم ديالكم ليا المستمر. ضغطوا على الجرس باش دائما، فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. غنخليكم دابا مع الجوله اللي درت لكم في ميزون دي موند، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم اللي ما شريت نزه خضروا لي عويناتكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.